اسبابه ممكن اناقشها مع استاذ امير. انا شفت الفتره اللي فاتت بعض التصريحات الاعلاميه للاعيبه نادي الزمالك وللاعيبه القدامى لنادي الزمالك بدات تطلع على الساحه، وده خلال الاسبوع اللي فات، وده ما كانش موجود في فتره كبيره جدا قبل كده. طبعا بعد تصريح احمد بلال استفز الامر بشكل كبير، فانا بقول ان هو اوجد الحافز النفسي المطلوب للمباراه. يعني عايز اضيف لحضرتك ان كلام كابتن احمد بلال عن الزمالك، ويعني اللي اعتبره البعض تقليل من نادي الزمالك، ده اتاخد كده ليه لعيبه نادي الزمالك في اوضه اللبس، قالوا لهم يا جماعه ده بيتقال لكم بيتقال عليكم كذا كذا كذا، ورونا هتردوا ازاي في الملعب. اوجد لهم الحافز فعلا. بالظبط، اوجد لهم الحافز ان هم يقدروا يردوا. يعني قد لا تكون مقصوده بهذا الشكل من الكابتن احمد بلال، ولكن هي في الناحيه الثانيه ادت اثر مختلف يعني عن ما كان متوقع. وارد ان انت تبقى شايف افضليه لفريق معين، ولكن طبعا زي ما بنتكلم دايما ان 90 دقيقه ملهاش مقياس، يعني مفيش، ما تقدرش تقول ان في افضليه كاسحه. طبعا هو سيناريو المباراه هو اللي هيتحكم فيه الشكل هيبقى عامل ازاي، يعني الفريق اللي ممكن يسجل بدري ممكن الامور تختلف بالنسبه له تماما، لان خلاص دي مباراه كؤوس، برده بيزيد الضغط النفسي. برده من الحاجات زي ما اتكلمنا ان الاهلي فنيا يعني داخل بافضليه عن نادي الزمالك، في برضه امور تانية حتى ضغط نسبي على النادي الاهلي، منها ان هو بطوله السوبر اللي فات امام اتحاد العاصمه هو خسرها. اخر مواجهه فعليه ما بين الاهلي والزمالك هو خسرها، عشان كده دي برضه بتدي حافز شويه. ويمكن ده كان كلام مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي امس قبل المباراه، كان بيتكلم ان هو احنا عايزين نفوز بالبطوله دي عشان الموسم بتاعنا يبقى شكله افضل في يعني يبتدي الموسم بشكل جيد. نفس القصه بالنسبه لجوزيه جوميز، هو بيراهن على فكره ان انا عندي ثقه في لعيبتي، انا قلت لهم ان انتوا افضل، ان انتوا عندكم قدره ان انتوا تحققوا، لان برضو على يعني الحاجه الملاحظه اللي كانت الفتره اللي فاتت ان كان في حاله من عدم الثقه شويه من جماهير نادي الزمالك في اللعيبه. ده مبني على ايه؟ مبني على الاداء في الفتره اللي فاتت، مباراتي الشرطه الكين ما كانش المستوى افضل حاجه، ولكن دايما بنقول لكل حدث حديث. ممكن تبقى انت في مباراه انت مطمن ان انت كده كده هتعدي فيها، وفرق المستويات وفرق الخبرات ممكن يأهلك، لكن طبعا هي كره القدم لا تعترف الا بالجهد، الجهد دايما. عشان كده برضو انا بقارن ما بين الحاله دي، يعني انا برضو بلتمس العذر لجماهير نادي الزمالك اللي قلقانه شويه من ده، ما هو النادي الاهلي برضو بيواجه منافس كان في جورماهي الكيني كان اقل بكتير فرق الامكانيات، مع ذلك خد الامور بمنتهى الجديه، فاز بثلاثيه استعداد لمباراه السوبر. عشان كده ده اللي بيفرق دايما، ده اللي بيصدر الفكر او الصوره الذهنيه ان انت لا انت عندك استعداد تفوز في كل مباراه وتتعامل معاها بنفس الجديه. ممكن استاذ امير النادي الاهلي يستهتر النهارده مثلا بالزمالك ويلعب باستهتار، او يحس ان انا لا انا واخدها 8 مرات، انا كسبان كذا لقب، انا يعني يدخل كده ويستهتر بنادي الزمالك؟ هي مباراة القمة بالذات ما فيهاش حاجة اسمها استهتار، يعني فكرة الاستهتار دي بتبقى صعبة، ممكن ما تبقاش تبقى داي اوف بالنسبة لك، ما تبقاش في حالة فنية. النادي الأهلي من يعني جمهوره بشكل زي ما لسه شايفين الشارع المصري. في ثقة كبيرة، لكن يعني الثقة دي هل هتنعكس بشكل سلبي؟ هو يمكن برضه